السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معكم أستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 6 بارتي 6 من سلسلة شروحات المادة ديال الفينونس بيبليك الخاصة بسمستر 4. إن شاء الله في هذا الفيديو هذا نشوفو لو بروسيسوس ديلابوغاسيون دو بروجي دو لوا دو فينونس، يعني نشوفو هادوك هذاك المسار إعداد واعتماد قانون المالية، المسار ديال الاعتماد واعداد قانون المالية بالنسبة للمملكة المغربية. دونك لا بروسيس دي لابوراسيون دي بروجي لو دو فينونس، شوفوا دوك المراحل اللي كيكونوا بإذن الله تعالى. دونك هنا كونفورميمون او ديسبوزيسيون دو لا لوف لو بروسيس دي لابوراسيون اي دادوبسيون دي بروجي دو لوا دو فينونس ا ديزورمي انتغري دو نوفيل فاز ا سافوار. دونك هنايا طبقا المقتضيات ديال القانون التنظيمي، القانون التنظيمي الاخير ديال القانون الماليه اللي هو القانون التنظيمي رقم 130 13 لقانون الماليه، هذا المسار ديال اعداد واعتماد قانون الماليه ولا كيدار في جوج ديال المراحل. شنو هما هاد جوج ديال المراحل؟ اول حاجه لا فاز دو بروغراماسيون، مرحله البرمجه، لا فاز دو بروغراماسيون مرحلة البرمجة. Par circulaire, le chef du gouvernement invite les départements ministériels à élaborer leurs propositions de programmation budgétaire triennale assorties des objectifs et des indicateurs de performance. Les dites propositions seront examinées au niveau des commissions de programmation et de performance. هنايا انا الرئيس ديال الحكومه، الوزير الاول اللي هو رئيس الحكومه كيدير واحد المذكره، كيدير واحد المذكره كيدعي بها كيعيط ليها هذوك القطاعات الوزاريه، يعني كل واحد كل وزاره كيكون عليها واحد نائب ديالها، القطاعات الوزاريه كيدعيهم باش يعطوه الاقتراحات لاعداد اقتراحات البرمجه الميزانيه لثلاث سنوات اللي ولينا كنخدموا بالترينال، ثلاث سنوات ديال ثلاثه سنوات. دونك شنو قلنا؟ ان الوزير الاول ورئيس الحكومه كيعيط على هادوك لي شاف ولا مثلا القطاعات الوزاريه لي شاف ديال الوزارات، كل وزاره وكيجي واحد عليها باش يعطوه باش يديروا اعداد الاقتراحات هادوك لي سيجيسيون ولا لي بروبوزيسيون ديال البرمجه الميزانيه ديال ثلاث سنوات، وايضا شنو الاهداف ديال هاد البرمجه هادي، وايضا هادوك لي زانديكاتور يعني المؤشرات ديال باش هاد الاقتراحات وهاد الاهداف هادي كيفاش ممكن انها نطبقوها وكيفاش ممكن انها تمشي. وايضا شنو كنديروا؟ تتم دراسه هذه المقترحات، هذه المقترحات اللي كيقدموا الوزارات في اطار واحد ليجان ديال البرمجه، واللي هدف ديالها هو ان نحققوا واحد لا بيرفورمانس، واحد النجاعه. دونك في هذه لا فاز دو بروغراماسيون شنو قلنا كيوقع؟ رئيس ديال الحكومه تعيط على هذوك القطاعات الوزاريه، يعني كل وزاره كيجي عليها واحد شخص كيمثلها، دونك الوزاره، دونك كل وزير ولا كل وزاره كيعطي اش كيقدم وكي تيقدم هذوك الاقتراحات وهذاك الاهداف ديال الوزاره ديالو، مثلا كيقدم لهم شنو هما النفقات ديالهم، شنو هو المداخل ديالهم لي غوستوغس، ولكن في ظرف ديال ثلاثه سنوات. دونك وشنو كيدير هذا المجلس الوزاري، مجلس الحكومه شنو كيدير؟ كيدارس هاد الاقتراحات اللي كيقدموا الوزارات، والهدف ديالها هو ان نحصلوا واحد لا بيرفورمانس، واذا كان شي تعديل راه كيعدلوه. دونك هذه هي لا فاز دو بروغراماسيون. ابخي نشوفوا كاينه لا فاز دو كونسونتراسيون، لا فاز دو كونسونتراسيون يعني المرحله ديال التشاور. دونك سولون لا ديسبوزيسيون دو لا لوف Le ministère chargé des finances expose avant le 31 juillet aux commissions des finances du Parlement le cadre général de préparation des projets de loi des finances de l'année suivante, l'état d'avancement de l'exécution de la loi de finances et la programmation triennale des ressources et charges de l'État.
دوك في هذه المرحلة ديال التشاور تبقى بطبيعة الحال المقتضيات ديال القانون التنظيمي ديال المالية رقم 130 13 اللي فيه هادشي كلشي. هذاك الوزير المكلف بالمالية، هذاك لو ميسيغ شارجي دي فينونس، الوزير المكلف بالمالية شنو كيدير هذا الوزير المكلف بالمالية؟ كيعرض على البرلمان هذوك اللجنتين مكلفتين بالمالية بالبرلمان. كاين واحد الليجان مكلفة بالمالية في البرلمان، سواء مجلس ديال النواب ولا مجلس المستشارين عفوا. دونك شنو كيدير؟ كيعرض عليهم قبل 31 يوليوز، يعني افون لو 30 يوليوز. دونك كيجي هذا الوزير المالية، الوزير المكلف بالمالية قبل 31 يوليوز كيعرض على ديك اللجنتين المكلفتين بالماليه في مجلس البرلمان، سواء كاين لجنه مكلفه بالماليه مجلس النواب ولجنه مكلفه بالماليه مجلس المشاركين. دونك كيعرض عليهم الاطار العام لاعداد مشروع قانون الماليه للسنه المواليه. دونك شنو كيدير قبل 31 يوليوز وزير المكلف بالماليه؟ شنو كيدير؟ كيعرض على هادوك المجلس المستشارين ومجلس النواب قبل 31 يوليوز كيعرض عليهم الإطار العام لإعداد قانون مشروع المالية للسنة الموالية. دونك قلنا بأن الوزير المكلف بالمالية كيعرض على البرلمان قبل 31 يوليوز الإطار العام لمشروع قانون المالية للسنة الموالية، وأيضا شنو كيدير؟ كيعرض عليهم تنفيذ مشروع قانون المالية للسنة الجارية، يعني هذا العام اللي حنا فيه، هذا العام اللي دار فيه 31 يوليوز مثلا 2016، مثلا حنا 2017 ان شاء الله 31 يوليوز عاجي الوزير ديال الماليه يمشي للبرلمان اي قدم ليهم عرض عليهم برلمان، قلنا في اللجنتين ديال المكلفين بالماليه في البرلمان، هادي عرض عليهم الاطار العام للمشروع الماليه ديال السنه المقبله، وايضا التنفيذ ديال قانون الماليه ديال السنه الجاريه ديال 2017، التنفيذ ديالو كيفاش التنفيذ ديالو، وايضا عادي هو البرمجه الميزانيه الاجماليه تاع السنه، وحتى ديك البرمجه ديال من 3 سنين ديال لي ديال 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 لي ريسورس اي لي شارج ديال يعني ديال النفقات وديال الموارد ديال الدوله. دونك هذه هي الطريقه ديال المرحله ديال التشاور. ابخي نشوفوا واحد الشيما نشوفوا ندرسوا بها حاجه بحاجه. دونك هاد الشيما غادي يكون فيها المراحل ديال اعداد مشروع الماليه والمصادقه ديالو والتنفيذ ديالو. دونك غنبداو بلا فاز دو بروغراماسيون، مرحله البرمجه. دونك اول حاجه افون لو 15 مارس دو لاني ان موانزا، قبل 15 مارس من الاني ان موانزا، ديفيزيون او مينيستر دو لا سيركيلير دو شاف دو غوفيرنمون غولاتيف على لي على élaboration des propositions de programmation budgétaire triennale assorties des objectifs et des indicateurs de performance. Donc, قبل 15 مارس من السنة N ناقص 1، يعني مثلا احنا في 2017 N ناقص 1 هي 2016. دونك 15 مارس 2016 شنو دار؟ كيكون واحد المنشور ديال السيد رئيس الحكومة لإعداد المقترحات المتعلقة بالبرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات، وهذا المنشور هذا كيكون مدعوم باهداف ومنشورات نجاعه الاداء. دونك قلنا قبل 15 مارس رئيس الحكومه كيدير واحد المنشور باش يديروا الاعداد، هذا المنشور ديال الاعداد المقترحات المتعلقه بالبرمجه الميزانيتيه ديال ثلاث سنوات، يعني هذوك لي غوسورس هذوك لي شارج ديال ليطا، وهذا المنشور هذا كيكون مدعوم باش بالاهداف ومؤشرات الاداء لا بيرفورمانس ديال هذا المشروع الحكومه، مشروع ديال الماليه. دابا افون لو 15 ماي، قبل 15 ماي في ان موان زانيت اكزامان دو بروبوزيسيون بار لي كوميسيون دو بروغراماسيون اي دو بيرفورمانس ريغروبون لي ريبريزونتون دو مينيستر دو ليكونومي اي دي فينونس اي لي مينيستر سيكتوريال. دونك قبل 15 ماي من السنه من ان موان ناقص واحد كيكون واحد الدراسه ديال المقترحات من طرف لجان البرمجة ونجاعة الأداء مكونة من ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية والوزارات القطاعية، يعني
كيدير واحد المناقشه ديال هذوك الاقتراحات. كل وزاره كتجيب الاقتراحات ديالها، شنو هما المداخل اللي ممكن نحصلوا عليها، شنو المنافقات اللي خصنا ننفقوهم، شنو هما العدد ديالهم، لا ناتشي اكسيتيرا. دونك كيكون ممثلين من وزاره الماليه، الاقتصاد والماليه، وايضا ممثلين ديال هذاك القطاع، ديك الوزاره المكلفه، مثلا وزاره التربيه الوطنيه بتدرس المقترحات ديالها. باغ اكزومبل كيجي ممثلين من وزاره الاقتصاد والماليه وممثلين من وزاره التربيه الوطنيه، دونك كيتناقشوا بيناتهم في هذه المقترحات، وكيديروا دراسه ديال المقترحات، وكيشوفوا الهدف ديالنا هو لما ان نحققوا واحد النجاعه في الاداء، واحد لا بيرفورمانس. لوبجيكتيف ديال هادشي كلشي هو واحد لا بيرفورمانس، ان تكون عندنا واحد المردوديه، واحد الاداء. دونك هذا قبل 15 ماي. دابا افون لو 15 جويي دو لاني ان موزا، قبل 15 يوليوز دو لاني ان موزا، exposé de ministre chargé des finances en conseil du gouvernement sur l'état d'avancement de l'exécution de la loi de finances en cours, la programmation triennale des ressources et des charges de l'État, la grande ligne du projet de loi de finances de l'année suivante. Donc, قبل 15 juillet من سنة ناقص واحد، هذاك الوزير المكلف بالمالية، هذاك الوزير المكلف تيقوم بعرض اش؟ كيقوم بعرض حول مستوى تقدم تنفيذ قانون المالية الجاري. تيدير واحد العرض هنا. المهم بالنسبة لهذا راه كيديروا الكونساي دو غوفرنمون، يعني المجلس الحكومي، هاد وزير المالية كيعرض على المجلس الحكومي، على المجلس الحكومي، مجلس الحكومة كيقوم بعرض على مجلس الحكومة هادشي. شنو كيعرض عليهم؟ كيعرض ليهم مستوى تنفيذ تقدم وتنفيذ المشروع المالي الحالي، يعني المستوى ديال التقدم، هذاك التنفيذ ديال المشروع المالي الحالي ديال ان موانزا، تيعطيهم تقدم لهم المستوى ديال التنفيذ وتقدم مشروع الماليه الجاري، وايضا برمجه التكاليف ومش موارد الدوله لثلاث سنوات، حتى ايضا كيعطيهم برمجه التكاليف والموارد ديال الدوله من ثلاث سنين، يعني كيعطيهم غير دي بريفيزيون، غير واحد التخمينات فيما يخص النفقات والموارد ديال الدوله من 3 سنين، وايضا الخطوط العريضه لمشروع قانون الماليه السنه المواليه، وايضا هادوك الخطوط العريضه ديال قانون الماليه السنه المواليه، اللي ديال ان قانون الماليه ديال ان، الخطوط العريضه ديالو، الخطوط العريضه ديال هذا القانون المالي، لانه شد هو دي الاقتراحات من عند الوزارات افون لو 15 ماي. دونك دار واحد العرض على هادشي كلشي. دونك قلنا قبل 15 جويي الوزير المكلف بالماليه كيمشي يعرض على المجلس الحكومي نجاح التقدم ديال تنفيذ قانون الماليه ديال السنه الماضيه ان موانزا، ولا السنه الحاليه ان موانزا، وايضا برمجه النفقات وموارد الدوله من هنا لثلاث سنوات، وايضا الخطوط العريضه ديال القانون الماليه المقبل في السنه المواليه. دونك هادشي اللي كيكون عندنا في لا فاز دو بروغراماسيون. دابا نشوفوا لا فاز دو كونسلتاسيون، مرحله ديال التشاور. لا فاز دو كونسلتاسيون كتكون في جويي دو لاني ان موان زان، تكون في شهر 7 في يوليوز في سنه ان ناقص واحد. دونك هذه مرحله ديال التشاور. شنو هذه التشاور؟ شنو كنديروا؟ لا كونسلتاسيون افيك لو بارلومون، يعني كنديروا التشاور مع البرلمان. ديفيسيون او مينيستر دو لا لتر دوريونتاسيون دي شاف دو غوفرنمون كونسيرنون لا بريباراسيون de le projet de loi de finances. دونك هنايا في هذه المرحله ديال التشاور قلنا كيكون التشاور مع البرلمان، دونك وكيتم توزيع الرساله التوجيهيه لرئيس الحكومه على القطاعات الوزاريه. دونك رئيس الحكومه كيفرق على كل قطاع وزاري واحد الرساله توجيهيه فيها الخطوط العريضه ديال هذا القانون الماليه للسنه المقبله. من بعد كتجي المرحله لا فاز دي لابوراسيون اي داربيتراج، مرحله ديال التحكيم والاعداد، المرحله ديال الالابوراسيون داربيتراج، التحكيم والاعداد. كتكون بين شتنبر واكتوبر من السنه ان موانزا، كتكون شتنبر واكتوبر في السنه ان موانزا. دونك شنو كيكون فيها؟ كيكون فيها لي بروبوزيسيون، الاقتراحات، الكوميسيون بيجيتير اي اربيتراج، اللجان الميزانيه والتحكيم، ايضا بريباراسيون دو بروجي دو لوا دو فينونس، يعني اعداد مشروع قانون الماليه. دونك بالنسبه
بالنسبه للبروبوزيسيون، البروبوزيسيون كيديروهم لي ديبارتمون، لي ديبارتمون مينيستيريال، يعني القطاعات الوزاريه، كل وزاره كتعطينا لي بروبوزيسيون، الاقتراحات ديالها فيما يخص النفقات والموارد. كل وزاره، كنا وزاره التربيه الوطنيه كتقول لنا ها شحال ديال الموارد عندي، ها شحال ديال النفقات من السنه السنويه، دونك الاقتراحات. بالنسبه للكوميسيون بيجيتير اي اربيتراج كتكون من مينيستر دو ليكونومي اي دي فينونس اي لي زوتر مينيستر، كتكون من وزاره الاقتصاد والماليه وباقي الوزارات. دونك هي كتكون عندها واحد الليجان هي اللي كدير كدرس لنا هاد الاقتراحات هادو. وابخي بالنسبه لاعداد مشروع الماليه، شكون اللي كيدير اعداد مشروع الماليه؟ هي وزاره الاقتصاد والماليه، لي مينيستر دو ليكونومي اي دي فينونس هي اللي كدير لنا اعداد ديال القانون الماليه. دونك بالنسبه للمرحله لا فاز دي لابوراسيون دابريتاج، دونك كتكون بين سبتمبر واكتوبر كنديروا لا بروبوزيسيون، لي بروبوزيسيون كيديروهم لي ديبارتمون مينيستيريال، القطاعات الوزاريه. دونك ابخي كنديروا تيجيو هذوك لي مينيستر ديال ليكونومي اي لي زوتر مينيستر في واحد الليجان، في اطار الليجان اللي هي ليجان برمجاتيه وتحكيم، يعني كيشوفوا هذوك لي بروبوزيسيون كيدرسوهم. من كيدرسوهم كتجي وزاره الماليه والاقتصاد والماليه كدير لنا لا بريباراسيون ديال البروجي دو لوا دو فينونس. ابخي نشوفوا المرحله ديال الادوبسيون، المرحله ديال الادوبسيون او مرحله المصادقه، المصادقه على بطبيعه الحال من طرف سميتو. دونك اول حاجه في اكتوبر دو لاني ان موانز، في اكتوبر دو لاني ان موانز شهر 10 اكتوبر، دونك هنايا ديليبيراسيون دي زوريونتاسيون جينيرال دو بروجي دو لوا دو فينونس بار لو كونسي دي مينيستر، يعني التداول في التوجهات العامه لمشروع قانون الماليه من طرف مجلس الوزراء. دونك في اكتوبر من السنه ان موانز كيجي مجلس ديال الوزراء، مجلس ديال الوزراء شنو كيدير لنا مجلس ديال الوزراء؟ مجلس الوزراء كيدير لنا واحد التداول، يعني كيتفقوا بيناتهم كيدرسوا لنا قانون الماليه فيما يخص التوجهات العامه لقانون الماليه تيدرسوه. دونك شنو كيوقع؟ كيدين عندنا ادوبسيون دو بروجي لوا دو فينونس بار لو كونسي دو فيرون، كي هاد المجلس الحكومي كيصادق على هاد لو بروجي ديال لوا دو فينونس. دونك في اكتوبر اي موانزا كي هاد المجلس ديال الوزراء، المجلس الحكومي كيدرس لينا، كي دونك يتم تقديم وزير الماليه كيقدم هذا البروجي، لانه داروا الاعداد دونك يقدموا للمجلس الحكومي، وكيتم دراسته في المجلس الحكومي وكيقدم المصادقه عليه واعتماد هذا القانون ديال الماليه. ابخي فبالنسبه ابخي بالنسبه هنا 20 اكتوبر دولاني ان موانزا، في 20 اكتوبر من السنه ديال ان موانزا شنو كيوقع؟ عندنا ديبو دو بروجي لوا دو فينونس او بيرو دو شون دو لا شامبر دو ريبريزونتون، يعني كي ايداع هاد مشروع قانون الماليه بمكتب مجلس النواب 20 اكتوبر من ازاد هاد القانون الماليه اللي من بعد صادقت عليه المجلس الحكومي، تيتم وضع ديالو الايداع ديالو في مكتب مجلس النواب. دابا اكتوبر حتى ديسمبر، من اكتوبر حتى ديسمبر دو لاني ان موانزا، دونك 30 جور لمده 30 يوم، 30 جور بالنسبه لاكتوبر حتى ديسمبر مده 30 يوم، هنا اكزاما اي فوت دو بروجي لو ان فان دو لو دو فينونس بار لا شامبر دي ريبريزونتون، يعني في ظرف ديال 30 يوم الدراسه والتصويت على مشروع قانون الماليه من طرف مجلس النواب، في ظرف 30 يوم من اكتوبر حتى ديسمبر، في ظرف ديال 30 يوم هذاك المجلس ديال النواب كيدرس لينا هذا قانون الماليه، كيدرسوه ويتم التصويت على هذا القانون الماليه واش يقبلوه ولا يرفضوه. من بعد 22 جور، في ظرف ديال 22 يوم اكزاما اي فوت دي بروجي لوا دو فينونس باغ لو شامبر دي كونسيي، دونك الدراسه والتصويت على مشروع قانون الماليه من طرف مجلس المستشارين، دابا المجلس الاخر. دونك في ظرف ديال 22 هنايا هذا المجلس ديال المستشارين كيدرس ويتم التصويت على مشروع قانون الماليه، حتى هو نفس الشيء يقدر يقبلوه يقدر ما يقبلوش. دونك هنايا من بعد 6 جور، من بعد واحد 6 ايام، في ظرف 6 ايام دونك عندنا adoption définitive par la chambre des représentants après examen
ديزون دي اموندمون دو لا شامبر دو كونساي. دونك هنايا في ظرف ديال 6 ايام عندنا المصادقه النهائيه لمجلس النواب بعد دراسه تعديلات المجلس المستشارين تيشوفوا، لان مجلس النواب خصو يوافق عليه الاولى، من بعد ما كيوافق عليه مجلس النواب كيمشي لمجلس المستشارين كيدرسوا وكيبقوا وقدر يدير شي تعديلات. دونك بعد ما كيدير مجلس المستشارين هذوك التعديلات كتمشي ظرف 6 ايام كي هذوك المجلس النواب كيشوفوا ان هذوك التعديلات اللي داروا المجلس المستشارين والتصويت ديالهم، من بعد كيتم المصادقه النهائيه لمجلس النواب بعد دراسه التعديلات على قانون هذه الماليه. نتمنى انكم فهمتوا هذه الاكسبليكاسيون اللي شرحت لكم فيها هذا لو بروسيس دي لابوراسيون دو لوا دو فينونس. ان شاء الله فيديو مقبل نشوفوا حاجه اخرى. كان معكم الاستاذ كريم ايكونوميست، والى اللقاء في فيديو مقبل باذن الله تعالى.